اهلا بكم من جديد. بنتابع هذه التغطيه المباشره من استودياتنا في سي بي سي لاحداث المرحله الاولى من التصويت على الاستفتاء، صوت بنعم او صوت بلا. انت حر، بس ارجوك ما تسيبش مكانك في الطابور، وارجوك تستحمل وتصبر معانا او تصبري معانا. كل اصدقائي اللي موجودين في اللجان بيكلموني بيقولوا لي احنا بنبقى واقفين بقالنا 4 ساعات، احنا واقفين بقالنا 3 ساعات. معلش يا جماعه، بليز اصبروا، استحملوا شويه، محدش يطفشكوا. القاضي يعني غلبان، قدامه صناديق فيها 4000 و5000 صوت، لازم يتاكد من بطاقتك، لازم يتاكد من حاجات كتيره، وبالتالي ممكن العمليه تكون ماشيه بالراحه شويه، بس ما تخليش صوتك ما يبقاش موجود، لان صوتك ممكن اي حد يعمل فيه اي حاجه. فارجوك خليك واقف، ومحدش يطفشك، ومحدش يزهقك، ومحدش يقول لك يوه ده الطابور طويل بقى مش لازم اروح ومش مهم. ارجوك اقف، لان احنا كلنا لازم نقف لبلدنا. وما تقولش ما انا صوتت قبل كده والنتيجه طلعت خلاف ما صوتت. معلش، هي الديمقراطيه كده، مره واثنين وثلاثه، بنحشد في الميادين مره واثنين وثلاثه وعشره. الموضوع طويل، نفسك طويل، لكن احنا مع بعض وان شاء الله بلدنا هتبقى احسن. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي: داليا زياده، مدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، وعماد رمضان، منسق حمله علي صوتك. خليني اقول لكم ان الشرقيه دلوقتي كان فيها بيصوت رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمي، ومراسلنا قال لنا دلوقتي انه ايضا وجه بمظاهرات ضد المرشد. طب هما ليه بيتخانقوا معاه بيقولوا ضد المرشد؟ يعني هو يعني واضح ان ايه، ناس شايفه الصوره بشكل اوضح من ناس كتير شايفاه. داليا، رصدتوا ايه في مركز ابن خلدون؟ الحقيقه النهارده كان للأسف عايزة ابتدي بس اني اقول انه المجتمع المدني كمان مازال منقسم حول عملية المراقبة. يعني ده كان اول حاجة نرصدها، البعض قرر انه يراقب، البعض قرر انه يقاطع، والبعض قرر انه يعمل فكرة الاستفتاء الموازي، ودي حاجة بيبدأها مركز ابن خلدون للمرة الاولى كوسيلة محاولة اننا نقيس مدى نزاهة العملية، عملية التصويت، وفي نفس الوقت نعطي الناس اختيار ثالث خارج دائرة نعم ولا التي أجبرنا عليها، وهي احتمالية وجود دستور بديل. أهم ما رصدناه اليوم يتلخص أولا في مهزلة كبيرة جدا لها علاقة بالصراع ما بين السلطة التنفيذية والقضاء. طبعا امتنع القضاء عن المشاركة، واتضح ان او يبدو ان السلطات كانت تكذب في قولها بانهم لديهم ما يكفي من قضاء وان هم يغطوا اللجان. الحقيقه اتضح ان القضاء الذين يدعوا انهم قضاء كانوا اما وكلاء المدارس او مدير المدارس وكانوا بينتحلوا شخصيه القاضي، او كانوا محامين تم اختيارهم بشكل عشوائي ووضعهم على انهم قضاء، وده تم رصده في اكتر من مكان، او موظفين بوزاره العدل. لا يعني انتوا تاكدتوا ان هناك لجان فيها يعني يراس اللجان مش قضاء ولكن حقيقي موظفين؟ يعني مثلا احدث حاجه كانت في سيده هي ادعت ان هي مستشارة وان هي رئيسة لجنة اسمها الاستاذة منى، ولما الناس اتعرفوا عليها وعرفوا ان هي وكيلة المدرسة حصلت مشكلة كبيرة والناس حرروا محضر بده. ده في دائرة حلوان مدرسة ام الابطال الاعدادية، ده احد الامثلة. لكن على مدار اليوم في شبرا في دائرة الساحل واحد محامي لقى زميله المحامي واقف في اللجنة على انه رئيس لجنة، فطبعا ده كله اثار الناس. بيحرر محاضر بده، لان احنا كنا معانا المستشار زغلول البلشي بيقول لك ما جالناش ولا شكوى، سير العمليه عظيم، القضاه كفايه. فبالتالي الرؤيه عند اللجنه العليا للانتخابات تختلف تماما عن الرؤيه عند للاسف اللجنه العليا لا تنظر الا للتقارير التي تاتي من المجلس القومي لحقوق الانسان. ويعني بعيدا عن سوء الظن، المجلس القومي لحقوق الانسان اعطى تفويضات ولم يعطي تصريح بالمناسبه، تفويضات لجمعيات او افراد غير مدربين وغير مؤهلين. يعني امبارح كنا بنكلم الاستاذ الضماطي في برنامج اخر كان بيقول احنا اديناهم ورقه بارشادات ازاي يراقبوا، مش مهم يبقوا متدربين، احنا اديناهم ورقه بالارشادات، هل هذا يكفي؟ احنا كجمعيه حقوقيه بتراقب من سنه 95، ما كانش حد بيقدر ينزل يراقب الا بعد ما يحصل على تدريب مدته تطول اسابيع. خليني بس اعلق على هذه الصوره. دكتور مرسي وسط حشد من انصاره يدلي بصوته في مصر الجديدة بعد أن غير محل إقامته. زي ما قلت لكم الأسرة انقسمت ما بين البعض، الزوجة واثنين من الأولاد لم يغيروا محل إقامتهم، فضلوا في الزقازيق، ودكتور مرسي وأعتقد أحد أبنائه الأبن الأصغر عبد الله بقيوا نقلوا للقاهرة.
كويس انه لحق يغير محل اقامته في الظروف اللي احنا فيها دي. لا انت عارفه كله بالقانون بالظبط سرعه صحيح. اتفضلي يا دنيا. تمام. فدي كانت ابرز حاجه. تاني حاجه طبعا كان في منع صريح جدا لبعض الاعلاميين في اماكن مختلفه خصوصا من ينتمون منها لوسائل اعلام اجنبيه. واتمنى ان لا يكون ذلك تمهيد للتلاعب بنزاهه الانتخابات او المدارة. المنع كان منين يا داليا؟ المنع كان منين؟ المنع كان اولا من رؤساء اللجان، وكمان مره رؤساء اللجان مشكك جدا فيهم ان هم يكونوا قضاه، وكمان من افراد بيدعوا او بيقولوا بشكل صريح ان هم تبع الحريه والعداله، زائد طبعا الانتهاكات المعتاده زي اللي شفناها في الانتخابات الرئاسيه والحشد الدائم لصالح كلمه نعم من خلال شيوخ وصور فيها بعض الرموز ممكن ابو تريكه مثلا، وحشد صريح لكلمه نعم، ده حدث في اكتر من مكان وادى الى حدوث عنف. عندك المحافظات اللي حصل فيها يعني ايه اكتر اماكن أسيوط. حصل فيها اسيوط الحقيقه هي كانت بتتصدر قائمه الاماكن التي حدث فيها العنف. اسكندريه طبعا لانها مشحونه من امبارح بعد الحادثه الشهيره طبعًا. اللي حدثت امس، وكمان اسيوط واسكندريه والمحله هم دول كانوا اكتر اماكن حدث فيهم عنف. لكن طبعا هناك احداث عنف اقل شده حصلت زي مشادات كلاميه او كده في اماكن متفرقه، وده برضو سبب الصراع الدائم ما بين نعم ولا. ايضا اعلى الكادر البابا توادروس الثاني يدلي بصوته في احدى المدارس. الكنيسه الحقيقه طلبت من الناس انها تنزل لكن لم توجه بنعم ام بلا، لكن طبعا ممثلي الكنيسه انسحبوا من الجمعيه التاسيسيه للدستور وقالوا ان هذا الدستور لا يوافقهم وانهم ملتزمون بالتيار المدني ورفضوا الماده 219 في الدستور. ده كان انسحاب الكنيسه. الكنيسه لم توجه بنعم ام بلا، لكن الكنيسه كانت انسحبت او ممثلي الكنيسه كانوا انسحبوا من الجمعية التأسيسية وانضموا للطائرات الوطنية في ذلك. أيضا معنا صور السيد عمرو موسى، دي صورة للسيد عمرو موسى وهو في طابور الاستفتاء في نفس هذه اللجنة. التقى السيد عمرو موسى بالمرشد السابق دكتور مهدي عاكف وتبادل هذه الصورة، تبادل التحية. بعيدا عن الاختلافات السياسية الناس ممكن تسلم على بعض يعني. صورة جميلة لنتمنى يعني شيء من التوافق، شيء من الود الإنساني بين الأطراف المختلفة والمتصارعة. عمرو موسى كان بيدلي بصوته في التجمع الخامس. عماد، انتوا في كل انتخابات أو استفتاءات هدفكم الأساسي زيادة المشاركة. تمام. يعني احنا عندنا يعني وجهة نظر في ان فكرة المقاطعة دي فكرة مش مجدية للناس، وفكرة في النهاية ما بتكسبش الناس بنت، لكن بتخسر الناس صوتهم في الانتخابات. حتى لو انت عندك وجهة نظر معينة، مقاطعتك للانتخابات دي تصب في صالح الفصيل التاني، ما تصبش في صالح اي فصيل يعني. لو انت كان لو انت حتى يعني عندك وجهة نظر بنعم او بلا، يعني لو وجهة نظره لا وهو قاطع فهو صب في مصلحه نعم، لو وجهه نظره نعم وقاطع هيبقى صبوه في مصلحه لا. فهي دي الفكره. احنا يعني الحمله بتتميز بانها محايده تماما، بتعمل علاقات مع الجميع بما فيهم حتى الجمعيه التاسيسيه للدستور. احنا عملنا معاهم علاقه، وكان في متطوعين من عندنا موجودين داخل الجمعيه التاسيسيه للدستور وكانوا بيسجلوا معاهم حاجات. حتى المقترحات اللي احنا كانت معانا يعني اللي كنا بنجمعها من المواطنين كنا بنقدمها للجمعية التأسيسية للدستور وكانوا بيقبلوها مننا. طبعا في جزء كان بيتاخد وجزء يعني خلينا نكون منصفين تماما. خليني اسالك، التيار اللي كان حاشد بنعم ده تيار مقرر من الاول انه هينزل يقول نعم. نعم. ومن زمان وابتدوا يرتبوا نفسهم من زمان وكان في ترتيب لكل ده، لان ده تيار بيحشد بطرق معينه معروفه. تمام. التيار اللي قال لا قال لا يعني قرر انه ينزل متاخر قوي، قرر ينزل من كذا يوم بس، لانه هذا التيار كان بيفكر انه يقاطع، هذا التيار كان لسه عنده امل انه لن يكون هناك استفتاء. تفتكر ده هياثر على التصويت بلا؟ طبعا. انا يعني في رايي، ده في رايي الشخصي بقى بعيدا عن راي الحمله، ان مفيش استفتاء بيطلع بلا. يعني اغلب الاستفتاءات مفيش استفتاء بيطلع، اغلب الاستفتاءات طبيعتها بتطلع بنعم.
لكن الفكره كمان لو خلوني اكلمكم عن داخل الجامعات التاسيسيه شويه من خلال نظرتنا احنا جوه الجامعات التاسيسيه. فالجامعات التاسيسيه كان عندها رغبه في التعاون مع الناس، واحنا تقدمنا ليهم واحنا شفنا ده بنفسنا، واحنا قدمنا لهم مجموعه من المقترحات، وبالفعل في جزء منها اتخذ بيه وفي جزء يعني ايه اللي اتخذ بيه؟ يعني احنا قدمنا، احنا ممكن نجيب لكم كمان القائمه بتاعه المقترحات، احنا قدمنا حوالي 33 مقترح من خلال المنسقين اللي موجودين جوه الجمعيه. في اتخذ منهم يعني عدد قليل من المقترحات، لكن في جزء اتاخد جزء اعتبر يعني ايوه في مواد مهمه ولا في مواد فرعيه؟ في لا في مواد فرعيه، في مواد فرعيه ده مش كان في المواد الاساسيه. المواد الاساسيه اللي كان عليها الخلاف، كنت اعتقد ان اغلب الناس كانت بتبتعد عن الخلاف ده، لان اغلب الناس كانت بتقدم لنا مقترحات زي ما هي او اتشالت زي ماده المراه مثلا. الناس اللي كانوا بيقدموا المقترحات هم مواطنين عاديين، وهم دول الشريحه اللي احنا بنبقى شغالين عليهم، فما بيبقاش عندهم رؤيه النخبه في انها تطرح طيب. حاجات معينه. داليا انتوا عملتوا فكره الاستفتاء الموازي، اشرحي لي الفكره دي بس. هل معنا صور خيرت الشاطر يا جماعه هو بيدلي بصوته؟ انا سمعت انه حصل طيب اعتداء معنا عليه كمان. ادي صور المهندس خيرت الشاطر وهو ذاهب لإدلاء بصوته، طبعا محاط بجمع من أنصاره. دول السيدات في يعني مش ممكن مش معانا الصوت، بس مراسل قال لنا الصوت مش باين، لكن لكن من الواضح ان هم يعني نساء يبدين اعتراضات على وجوده، وكما قال لنا مراسل اليوم السابع ان كان الهتاف يسقط يسقط حكم المرشد. اذا قيادات الاخوان بيواجهوا بيسقط يسقط حكم المرشد في لجان الاستفتاء. قبل ما اكلمك على الاستفتاء الموازي، عماد بيقول الاستفتاءات طبيعتها نعم، طب ما كده احنا بنقول للناس اللي بتقول لا ما تنزلش. لا بالعكس، هو صحيح تاريخيا يعني في كل الاستفتاء فعلا التي طبقت من قبل كان دايما الميل لنعم. وده نظرا لان الناس غالبا الاستفتاء بيصنع حالة من الانقسام. لكن هو بيحدث في مصر في ظروف غير تقليدية، بيحدث في ظروف الناس يعني بالفعل هي منقسمة ولديها موقف سياسي واضح. حالة التوحد الجميلة اللي حصلت ما بين القوى المدنية مؤخرا قد تنبئ ان لا ربما يعني او نتمنى انها تفوز. ويمكن الاستفتاء الموازي اللي احنا عملناه والمؤشرات الاوليه اللي وصلت لنا منه لغايه دلوقتي خصوصا في الصعيد والدلتا تنبئ بان لا قد تفوز. يعني احنا الاستفتاء اولا هو بيطبق على 10 محافظات تم اختيارهم بشكل يمثل كافه قطاعات الجمهوريه. هل في نظريه ما في اختيار هذه المحافظات ولا طبعا. احنا اختارناها اولا بناء الاستفتاء بتاعكم بناء على حجم الجامعات الاسلاميه مقابل الجامعات الليبراليه فيها، بناء على كمان الاحداث الاخيره التي حدثت في الشهر الاخير منذ نوفمبر 21 نوفمبر تقريبا وحتى الان. وبناء على ده الحقيقه واخترنا عينه كبيره يعني عينه مش صغيره، وتنوعنا ما بين ريف وحضر، وتنوعنا كمان في الاختيارات السن والمستوى الاجتماعي للعينه. والحقيقه يعني انا حابه اشكر برضو الجمعيات المحليه اللي بتتعاون معانا في انجاز هذا الاستفتاء لانهم عملوا جهد رائع في اختيار العينه. احنا كنا بنسالهم 3 اسئله تحديدا. السؤال الاول هو هل قرأت الوثيقة التي ستستفتى عليها اليوم أو لا؟ السؤال الثاني هل كان تصويتك بنعم أو لا؟ وهل أنت مقاطع أم مبطل أو هكذا؟ السؤال الثالث كان عن الدستور البديل، وده الحقيقة مشروع احنا بنشتغل عليه في مركز ابن خلدون بقالنا فترة تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والفقهاء الدستوريين اللي للأسف غابوا عن اللجنة التأسيسية وكشفوا لنا بعض العيوب في الدستور اللي خرج مؤخرا واصلحناها وهنخرجها للناس في شكل دستور بديل. فالسؤال الثالث هو هل تقبل بالدستور البديل كحل بعيدا عن نعم ولا؟ فبالتالي اعطيناهم اختيار ثالث قد يساعدهم على اعاده التفكير. سريعا هقول لحضرتك النتائج الاوليه اللي طلعت. في الدلتا في الصعيد اللي قرأ الدستور كانوا 56.5%، واللي لم يقرأ كان 43.5%. التصويت بنعم كان نسبته 37%، ده على دستور الدولة، والتصويت بلا كان 62%، ومن قاطع كان 1%. من فضلوا وجود دستور بديل كان 59% مقابل 41% قالوا لا احنا مش عايزين دستور بديل. ده في الصعيد.
في الدلتا نفس الحكايه، يعني اللي صوتوا بلا على الوثيقه وصلوا ل 60%، واللي فضلوا الدستور البديل في الدلتا 84%. فاعتقد ان دي كلها مؤشرات بتقول ان قد تكون النتيجه الرسميه باتجاه لا، واتمنى يعني ان احنا ما نقعش تاني في نفس الفخ، ان طالما الانتخابات او عمليات التصويت تدار بنفس الطريقه التي كانت تدار بها قبل كده، فهي دائما تصب في صالح او في صالح النتيجه التي يريدها من يديرها. طيب عندي رسائل كثيره جدا من المشاهدين، وقبل ما اخد اتصالات لكن عندي سؤال الحقيقه مهم من مشاهد بعته لي، يقول لي كيف تسنى تغيير محل اقامه السيد الرئيس بينما اصرت لجنه الانتخابات على عدم تعديل كشوف الناخبين او تحديثها، واستخدمت نفس كشوف انتخابات الرئاسه دون تعديل بدليل ان المقيمين بالخارج وعادوا لارض الوطن لم يتسنى لهم تعديل محل اقامتهم. ده سؤال مهم جدا 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 نوجهه للجنه العليا للانتخابات. حد فيكم الاجمل من كده كمان ان جزء كبير جدا ممن بلغوا 18 سنه بعد الانتخابات الرئاسيه لم يضافوا. وده كلام يعني من داخل، يعني وضع يعني التعديل يعني ما انا مش عارفه بصراحه. وبعدين ده موضوع الحل بسيط يا دكتوره، يعني هو يا ريت الرئيس زي ما فتح صدره في التحرير قبل بضعة اشهر يطلع لنا بطاقته دلوقتي وهي فيها العنوان الجديد. هو محتاج البطاقه برضو يا داليا؟ ده كلام برضو انت يعني في ايه يا داليا؟ طيب خلونا ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه. ده سؤال حقيقه، ويا ريت هنتصل تاني بالمستشار زغلول البلشي عشان نقول له ان فعلا عدد من المصريين المقيمين بالخارج حاولوا يغيروا محل اقامتهم ويرجعوا، ما نفعش برضه، فلازم بتنفع في حاجات وما ينفعش في حاجات. طيب ماجي من القاهره، اتفضلي يا ماجي. الو. هاي ماجي اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا فندم. انا كنت في لجنه مدرسه الكواكب في شارع دمشق مصر الجديده. ايوه. كانت لجنتي 22. طلعت ات واز فيري سموث، محدش قال لي حاجه. دخلت بنسال، كنت في بنتين معايا برضو في نفس اللجنه، بيقولوا له عايزين الكارنيه بتاع القاضي، كانت ست فبتقول انا مش المفروض اطلعه لكم اصلا، وعامه انا حاطه نسخه على مكتبي رغم ان انا مش مضطره اوريها لكم. وبطريقه منتهله الذوق وبتزعق وما كانوش راضيين يخلوا. كان في واحده بنات عايزه تصور الكارد بتاعها، قالت لها انا هعمل لك محضر دلوقتي. وبعدين ذا اذر ايشو بقى انه كان في لجنه 22، لجنه 22 دي حاطين فيها الناس اللي من 40 لحد مثلا 50، من 40 ل 50 سنه. ايوه بالظبط. واقفين من الساعه، يعني كان في ناس واقفين قبلينا كانت من الساعه 10، واحنا خلصنا الساعه 3:15. واقفين كل دول ناس كبار، وفي نفس الوقت لجنه 22 ماشيه بيندهوا الناس يطلبوا ناس تطلع. فين السيستم ان انت موقف الناس اللي عندها 40 سنه في طابور من 10 ل 3 الظهر ده، وفي ناس لسه واقفه حرام، و22 اللي هي كلها ناس صغيره بيطلعوا وزين منت بالظبط مش اقل من دقيقه بتكوني صغيره. حسب بقى القاضي قدامه كم انهو صندوق وانهي لجنه. بس بشكرك يا ماجي، وملاحظات التنظيم الحقيقه نتيجه نقص عدد القضاء. انا بحيي كل القضاه اللي قاعدين بيشرفوا على هذه الصناديق، وبقول لكم ان احد يعني بيان للجنه عمليات القضاء تحدثا عن شكاوى بوجود اساتذه جامعات زي ما قالت داليا تشرف على الاستفتاء بدل من القضاه. مستشار محمد عبد الهادي عضو غرفه عمليات نادي القضاه اكد ان الغرفه رصدت شكاوى او شكوى من احد المواطنين بمدرسه عزيز اباظه بارض الجول في منطقه مصر الجديده، تفيد انه تبين لها ان رئيسه اللجنه الانتخابيه هي استاذه جامعيه وليست قاضيه. قال عبد الهادي ان المواطنه ناهد السعيد قالت في شكواها انها سالت احد الموظفين في لجنه رقم 62 مدرسه عزيز اباظه، قالت لها ان رئيسه واكدت لها ان رئيسه اللجنه هي استاذه جامعيه، وهنا قدمت الشكوى. واضافت الغرفه انها رصدت شكوى اخرى مقدمه من مواطن ضد رئيس اللجنه العامه بمركز نابارو لقيامه باجراء حوار هاتفي مع قناه المحور يشيد بالدستور بما يوحي للناخبين بالتصويت بنعم. وايضا رصدت اللجنه شكوى جديده بمدرسه صفيه زغلول بمنطقه حلوان تفيد بوجود موظف بالنيابه العامه يشرف على احدى اللجان الانتخابيه. ده كله منافي للقانون، وده تقرير العمليات في نادي القضاه، تقرير عمليات نادي القضاه. وده الحقيقه كل ده مخالف للقانون زي ما انت قلت يا داليا بالظبط، تقريبا نفس الشكاوى. احمد من الغربيه اتفضل يا احمد. استاذ نميس، دعيني الاول اثني على ادارتك للحوارات وتغطيه الانتخابات الفتره القادمه اللي هي شهدت نزاهه عاليه التي لم يشهد بها الاخوان.
دعين الاول اقول لحضرتك المخالفه اللي ظهرت النهارده في العربيه تحديدا في محله منوف. اتفضل يا فندم. مدرسه الشهيد عيد فتح الجبال. مجموعه الناس اللي بتقضي باصواتها، انا اديت اصوتي وطالع. واحد من الناس طبعا يعرفني اسمه مخلوف، قال لي الورقه شكله ايه او اسم فين، قلت له تقريبا اسمك في اللجنه دي. ولسه انا ما كملتش معاه كلام، لقيت ضابط النوائب بتاع الجيش قال لو سمحت اتفضل بره. قلت له يا عم ده قريبي. قال لي ايه يا عم دي؟ قلت له ايه يا عم دي صبه. قال لي بالنسبه لي انا صبه، اتفضل اطلع بره. انا ما طلعت بره لقيته شاب، خلاف ما بينه وبين الراجل ده لا عموما يعني، يعني ما عندوش ثقافه يعني. قال له اديني بطاقتك. قال له هديك بطاقتي ليه؟ فقال له لا انا بطاقتي قضائيه، انا بقول انا بعيد بعيد الدستور وبقولها بعلو صوتي. قال له لا انت ما تقولش بتعيد الدستور، ده بالنسبه للضابط الفلاح. بيقول له لا ما تقولش بتعيد الدستور، تقول اللي هي عايزاه. قال له ده مش شغلك، وقال له لازم تجيب بطاقتك دلوقتي. قال له لا مش هديك بطاقتي. قال له طب ما انتش خارج، ابن اخت واقف. قال له والله ما انا همشي الا لما اخد خالي معايا. قال له انت وخالك محبوسين. وراح امر العساكر قفلت عليهم اوضه في المدرسه وقال له هحضر لك محضر دلوقتي وانا معاه طريقه قضائيه. بعد مجادلات استمرت ما يقرب من ساعه بنتحايل على الضابط عشان يفرج على الراجل الغلبان، والاخر بقت المحاولات بالنجاح بعد فتره كبيره جدا، وقدرنا ناخد الراجل ونمشي. ودي المخالفه اللي حصلت النهارده. شكرا يا احمد، بشكرك. محمد من اسوان، اتفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ الامير. عليكم السلام يا فندم، اخبار اسوان ايه يا استاذ محمد؟ اخبار اسوان اولا بتحييكي انت يا استاذ الانيس، لانك انت ايه يعني جدع. اشكرك، ربنا يخليك. الله يبارك في سعادتك. سلام للضيوف اللي عند حضرتك. شكرا. انا سني 58 سنه وبشتغل مدير عام بمديريه تموين اسوان. ايوه. الدرجه بتاعتي الوظيفيه. فسيادتك رحت انتخابات ولجنه واحد لاصلاح الزراعي الكومومبو. كومومبو دي تبع محافظه اسوان. تمام. لما جه دوري في الانتخاب انا دخلت، فطلع واحد بدجن، انا مش هقول سلفي كذا كذا كذا، قولوا نعم علي الطلاق، انا قريت الدستور والدستور 100%، وقولوا نعم. بقول له لو سمحت احترم نفسك واتكل على الله، لان ده دستور بلد، مش دستور يعني مش دستور جماعه او كلام من ده. لو سمحت احترم نفسك. فالافندي اللي هو ماسك اللجنه بيقول انت بتتكلم معاه ليه؟ قلت هو سيادتك انت سامعه بيقول قول للناس نعم وما بتكلمش وتعمل له محضر؟ فقال لي بقى انت داخل ليه هنا؟ قلت داخل عشان اتكلم صوتي. فسيادتك تبلي بصوتك، طب اتفضل خد اتفضل الورقه. قلت له اختمها لو سمحت. وسيادتك انت راضي ولا مش راضي؟ فسيادتك قال لي ليه؟ بتتعامل انت ليه؟ قلت له لان سياده المستشار زغلول البلسي بيقول لك اللي هو يعني يشك في اي واحد بيساله، فانا على شك انك انت راضي. هو نفسه ارتبك، هو ارتبك من سؤالي انا ليه؟ اخذت ورقتي ولا مؤاخذه علمت باللي انا علمت بيه، طلعت بره جبت ضابط الجيش، ضابط الجيش بيقول انت بتزعق ليه؟ بقول له سيادتك انت حمايتك بره للجنه من بره مش من جوه. بيقول لي الضبطيه القضائيه، قلت له سيادتك الضبطيه انت ماخذها ليوم واحد. احنا معانا ضبطيه على طول، احنا كمتعلمين وانا شغال في التموين. والله الناس بتوع اسوان دول ايه ايه الحلاوه دي؟ يعني صراحه الله عليك يا محمد. يعني انا بشكرك بجد، يعني يعني الجمهور الواعي المتنور اللي عارف الضبطيه القضائيه قد ايه، وعارف مين يدل ومين ما يدلوش، يعني بجد ده شعب جميل جميل جميل. طب خلونا نذهب الى الاستاذ اسعد هيكل، المتحدث باسم لجنه الحريات بنقابه المحامين. استاذ اسعد اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اسف ان انا ابقيتك على التليفون، اتفضل يا فندم. احنا النهارده طبعا عقدنا غرفه عمليات داخل نقابه المحامين لمتابعه عمليه الاستفتاء اللي تجرى على مستوى الجمهوريه عن طريق اعضاء اللجنه المنتشرين في كل ربوع الوطن. والحقيقه كانت اكبر المخالفات اللي احنا رصدناها هي قيام السيد رئيس الجمهوريه بالادلاء بصوته في لجنه انتخابيه غير موطنه الانتخابي. طب يا فندم احنا سالنا في اللجنه العليا للانتخابات، وقال لنا المستشار البلشي ان السيد الرئيس غير من مقر اقامته، ده عادي جدا، واعتقد ابنه كمان عبد الله صوت في القاهره برضه. اسمحي لي سيادتك، احنا تابعنا التصريح اللي صدر من المستشار البلشي بكل دقه، وهو قال ان الرئيس اخطر وزير الداخليه ولم يغير، اخطر بتغيير محل اقامته. الاختيار وحده لا يكفي، ينبغي ان يتقدم بنفسه بطلب الى اللجنه المشرفه على الاستفتاء لنقل موطنه الانتخابي الى محل اقامته وليس الى محل عمله. وقام بالتصويت في لجنه تتبع محل العمل وليس محل الاقامه. الموطن الانتخابي الذي نص عليه قانون بشره الحقوق السياسيه هو الموطن الانتخابي الذي يتبع محل اقامه الذي يقوم بالاستفتاء او الناخب.
بس هو اكيد غير محل اقامته على التجمع الخامس مش كده؟ يا فندم هو يغير محل اقامته، ما يبقى يصوت في التجمع الخامس لو غير محل. هو صوت في مصر الجديده طبقا لمحل، ما هو هيسكن ان شاء الله، يعني اعتقد ان هو هينتقل من التجمع الخامس. اعتقد ان هناك لبس حدث او انتقل يعني او كده. الرئيس السابق مبارك دائما يصوت في مصر الجديده باعتبار ان الرئيس السابق كان مقيما في مصر الجديده، بس ده ممكن يبقى نحس. الرئيس محمد مرسي يعني ممكن ما يبقاش فعل سعد ابدا ان هو يقرر، لكن هو مقيم. والله العظيم انا حاسه ان الحلقه دي هيعقب عليها القانون. اتفضل يا انا عايز بس الفت نظر حضرتك لحاجه، احنا تحركنا في الشكوى دي نابع من خلال ايه؟ من خلال مواطن توجه الينا اسمه عادل شحاته. هذا المواطن من اسيوط وطلب ان يدلي بصوته في القاهره، فقلنا له احنا مش هنقدر نمكنك من ذلك، فقال ازاي رئيس الجمهوريه يدي صوته في القاهره وهو محل اقامته الى الزائر. لا انا عندي مشكله ثانيه جات لي يا استاذ اسعد الحقيقه، وهي ان عدد من المقيمين في الخارج حاولوا ان هم اثناء وجودهم في مصر ان هم يغيروا محل اقامه ورفض ده. بالظبط ده حصلت فعلا هذه المشكله مع المقيمين في الخارج، وبالتالي احنا كنا نامل ان يتم تطبيق القانون بالمساواة على الجميع سواء كان رئيسا او كان مواطنا. وبالتالي احنا بنطلب من رئيس اللجنه العليا ان يحقق في الشكوتين اللي احنا تقدمنا بيهم، الشكوى المقدمه لرئيس الجمهوريه بإدلائه في موطن غير معلوم والتحقيق في هذه الشكوى، استبعاد الصندوق الذي ادلى فيه اذا ثبت ذلك، والشكوى التي تقدم بها المواطن المصري عادل شحاته الذي يطلب الادلاء بصوته في القاهره باعتبار ان موطنه الانتخابي في اسيوط بالمساواه مع رئيس الجمهوريه. هذه دوله القانون التي نقصدها والتي نعنيها والتي قامت الثوره من اجلها. معاك حق والله يا استاذ اسعد. اشكرك استاذ اسعد هيك المتحدث باسم الحريات بنقابه المحامين. عايزه تعلق يا داليا؟ طبعا انا يعني اولا انا مبهوره من حجم وعي الناس ومن اصرارهم على الحفاظ على صوتهم وانهم يكونوا رقباء. مش مبسوط انت يا عماد؟ لا بالعكس، في حاجه مش بسطاك. لا مبسوط جدا بالعكس. بالعكس انا بس وصلني خبر غريب شويه من غرفه العمليات، هو يشبه النكت اللي كانت بتوزع اخيرا، يعني بيتم بالفعل الان توزيع زيت وسكر في السويس. ليه مش غيروا موضوع وفي عين شمس والمطريه حاجات مختلفه يعني بالظبط زيت وسكر على الناس عشان تصوت لنعم، يعني الحشد يا جماعه اعتقد ان احنا بقينا اكثر وعيا، لا الزيت ولا السكر. عماد عايز تقول حاجه؟ هي دي الازمه الحقيقيه يعني، وهو ده يعني مهمه الحملات اللي زي حملتنا كده، ان احنا طول الوقت بنسعى ان احنا نفهم الناس ان يعني كيلو السكر وازازه الزيت دي هيخلصوا، يعني مش هيفضلوا معاك، يعني هيقعدوا لمده يومين اسبوع، لكن الدستور ده قاعد معانا على طول، هيحقق لك مشكله كبيره جدا في رزقك ورزق اولادك وحياتك ومستقبلك ووظيفتك وكل حاجه. هي دي الرساله اللي عايز توصلها حمد علي صوتك للناس. عشان كده انا كنت بقول ان حتى في خلال الانشطه اللي عملوها المنسقين بتوعنا على مستوى المحافظات كانوا دايما بيقابلوا الفئات دي، كانت هي دي الفئه المستهدفه وهي دي الفئه اللي المفروض احنا نشتغل عليها. احنا عندنا مشكله حقيقيه، الاعلام قايم بدور هايل جدا وعظيم جدا، بس المشكله ان شغلانه النخبه لازم تنزل شويه، يعني صحيح. فكره النخبه فقط دي فكره، النخبه ما بتمثلش اغلبيه، النخبه لازم تنزل للناس عشان تمثل الاغلبيه الحقيقيه. احنا شفنا ان في فتره ضيقه جدا الناس يعني تحولت وما كانش حد متوقع ان يحصل المليونيات الكبيره دي اللي بتحصل. صحيح. يعني الحمد لله ده شيء يعني ان في وعي في المجتمع المصري، واحنا نتمنى ان هو كمان يزيد عن كده. خلينا نسمع غرفه عمليات جبهه الانقاذ الاستاذ خالد داوود المتحدث باسم جبهه الانقاذ. خالد مساء الخير. مساء الخير يا لميس، ازيك؟ اهلا بيك. قول لي اخبار انتوا بالتلحية، بياناتكم متتاليه، لكن لو يعني تلخص لي اهم ما جاء في هذه البيانات واهم ما رصدتوه النهارده. يعني في الواقع احنا لسه مطلعين البيان الرسمي الاول لجبهه الانقاذ، عباره عن التجميع لكل المخالفات اللي هي جرت حتى الان من وجهه نظرنا او التي رصدناها من بدايه فتح باب التصويت حتى ربما الثالثه بعد الظهر. وللاسف الشديد احنا يعني البيان الرسمي بيعبر عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات التي وصلت لنا حتى الان، والاخطر من كده ان الواقع. خالد؟ طيب الخط قطع مع خالد، لو يرجع لنا تاني. بس معنا فيروز اتفضلي يا فيروز، ويا ريت لما خالد يجي بس تقولوا لنا. خالد فيروز اتفضلي. اولا انا بعز وبحب برنامجك في حواراتك الرصينه الجاده. النهارده الانتخابات كانت في مدرسه عزيز اباظه بمصر الجديده. رحت الساعه 10 وبعدين طبعا كل شقوق خدت القلم معايا وحبيت اصوت في الدايره
بالعلامة اللي أنا عايزاها، بس الدايرة التانية خفت حد برضو يعمل فيها حاجة فقلت عليها علامة دي ايه ودي ايه. لا يعني ما تعمليش كده، ما تعمليش كده يبقى يبطل لك صوتك. ليه؟ ما علشان ما حدش يلعب في العلامة. لا يا فيروز، لا يا فيروز، هي علامة واحدة على الدايرة بتاعتنا، أي علامة تانية تبطل الصوت. ما دي علامة دي حاجة ودي حاجة، ياخدوا العلامة اللي أنا عايزاها الصح. طيب ربنا يسهل، اتفضلي يا فيروز. الحقيقه وبعدين هل انتوا في المدرسه انتوا انا القاضيه وقالوا دي مدرسه مش قاضيه. هي دي الشكوى اللي جات لنا من من نادي القضاه. فرئيسه اللجنه كانت استاذه مش قاضيه. فدي ملحوظه كنت عايزه اقولها. شكرا يا فيروز، يعني مع حماس فيروز، بس يا جماعه ارجوكوا نركز، هي علامه واحده على ال- 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 الدايره اللي انت عايزها، موافق او غير موافق. انا عارفه ان الناس اتلخبطت، كانت فاكره نعم ولا، لكن يعني موافق وغير موافق يعني هيها نفس الشيء، فموافق او غير موافق وعلامه واحده. رجع لنا خالد داوود من جبهه الانقاذ، اتفضل يا خالد. عفوا يا لميس، انا اسف. وطبعا احب اضيف اللي انت قلتيه بالنسبه للدائره الواحده، وانا ما اعرفش ليه بس لازم علامه الصح تكون موجوده جوه الدائره. ايوه يعني من علامه الصح، مش نعمل علامه صح كبيره قوي سواء على نعم او هي جوه الدائره، يعني اظبطوها يا جماعه الصغيره، لانه انا مش عارف ليه التوجيه المره دي ان لازم تكون الصح جوه الدائره وتكون صح، ما تكونش اكس، ما تكونش شرطه بسيطه. دي كلها برضو من الامور اللي لازم ينتبه ليها السيدات والساده الناخبين. طيب اهم المخالفات يا خالد اللي انتوا رصدتوها كتير، هو بشكل عام يا لميس المقلق بالنسبه لنا لغايه الثلاثه بعد الظهر، يعني قبل حوالي 6 ساعات من اغلاق، ان وقائع المخالفات زي ما اشرت منتشره في كل المحافظات وبوسائل متشابهه الى حد كبير. وده بالنسبه لنا بيعكس رغبه واضحه في تزوير اراده الناخبين بتقوم بيها جماعه الاخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعه، لانه مش معقول يكون في كذا لجنه ومشكله عدم وضوح هويه القاضي اذا كان قاضي او غير قاضي. حدثت في عدة يعني في ربما اكثر من 15 لجنة حتى الان، حكاية ان القضاة يرفضوا ابراز تحقيق الشخصية الخاصة بيهم في احد المدارس في طنطا، كان في قاضي ملتحي وبعض المواطنين شكوا في ان هو هل هو قاضي فعلا ولا لا، طلبوا منه ابراز تحقيق الشخصية رفض، رغم ان في توجيه واضح وصريح من اللجنة العليا للانتخابات بضرورة عدم رفض ابراز تحقيق الشخصية. في عندنا مشكلة كبيرة في عدم ختم الاوراق، مش كل الاوراق التصويت وفقا للمراقبين بتوعنا مختومة بالختم اللي بيؤكد ان هي ورقة رسمية سيتم احصائها فيما بعد. طبعا المشكلة الكبيرة اللي بتتكرر دايما في كل انتخابات التواجد المكثف لاعضاء جماعة الاخوان المسلمين امام بعض اللجان، ومحاولة توجيه الناخبين للتصويت بنعم، وده طبعا بيؤدي في حالات لاشتباكات، بيؤدي لمشادات لمناوشات، ونتمنى ان تختفي هذه الامور. اخيرا ان المراقبين في كثير من اللجان، طبعا الاخوان احنا عارفين ان هم بيصحوا بدري وبيروحوا اول ناس على اللجان، ففي كثير من المراقبين تابعين لجماعه الاخوان المسلمين فقط، واعتقد ده لا يضمن سلامه ونزاهه العمليه الانتخابيه. فبالتالي بشكل عام احنا قلقانين بشكل كبير، وبالتاكيد مستائين من حجم المخالفات، ولكن لن نصدر اي احكام نهائيه حتى ينتهي اليوم باكمله، وطبعا في انتظار الجوله الثانيه بعد اسبوع، وده طبعا مصدر قلق كبير ثاني لينا ان الجوله الثانيه هتتعمل بعد اسبوع بكل ما يحمله ده من احتمال من تاثير على اراده الناخبين، من احتمال لو النتيجه ما طلعتش كما تريد جماعه الاخوان المسلمين تقع حوادث عنف، فنحن قلقون للغايه ونتمنى ان تتوقف هذه الانتهاء. خالد، هل انتم بتفكروا في الخطوه الجايه يعني بعد نهايه الاستفتاء؟ هل الجبهه بتفكر في هتاخد تحرك ازاي ان كان الاستفتاء بنعم او كان الاستفتاء بلا؟ يعني هل انتم بتفكروا ولا لسه لما ينتهي الاستفتاء؟ هو مبدئيا يعني يا استاذ لميس حضرتك عارفه كويس ان احنا موقفنا كان من البدايه موقفنا المبدئي المطالبه بتاجيل الاستفتاء، احنا متفائلين بعض الشيء الانديكيشنز، بس انا طبعا مش عايز اعلي من التوقعات، بس المؤشرات اللي جايه وحتى مؤشرات نسبه المشاركه العاليه في مختلف اللجان بتؤكد لنا ان النتيجه لن تكون كما يتصور او يزعم انصار جماعه الاخوان المسلمين بانها بالضروره ستكون مرتفعه ولصالحهم. احنا كنا اللي بنقوله من الاول ان ممنوع الدستور تحديدا خلافا عن اي قانون لابد ان يحظى برضا واسع من المواطنين المصريين، لان ده ضمانه للاستقرار. لما الدستور يوافق عليه 70 80% 90% فده معناه ان الشعب راضي عن هذا الدستور وعن الاستفتاء برمته. توقعاتنا انه لو حدث وتم التصويت نعم فلن يكون التصويت بنعم بنسبه كبيره مطلقا، يعني ربما لا تتجاوز النسبه التي فاز بها السيد رئيس الجمهوريه 51 52، وبالتالي لو ده كان فعلا النتيجه في النهايه فاحنا هنواصل العمل من اجل اصدار دستور جديد يحظى برضا كل المصريين. المعركه لن تنتهي
باعلان نتيجه الاستفتاء بكل تاكيد. ودي معلومه مهمه، المعركه لا تنتهي بانتهاء نتيجه الاستفتاء يا جماعه، انتهت بنعم، انتهت بلا، لسه سكتنا طويله جدا، نحن امامنا نضال حقيقي لكي نصل بهذا البلد الى بر الامان، دستور توافقي، تمثيل جيد وتمثيل برضو يمثل كل فئات الشعب في مجلس الشعب، وطبعا حتى لو كان النتيجه نعم، خلونا بقى نراقب مجلس الشورى ونتفرج بقى، هل اول، يا ترى عندي سؤال، يا ترى هل اول قانون هيطلعه مجلس الشورى هو قانون الضرائب، هي تعديلات قانون الضرائب؟ نحب نسال برضو ونتمنى ان الاجابه تكون سريعه. داليا تمام، كمان نهايه بقى عشان وقتنا، هو تحذير اخير بس اللي هيصوتوا بنعم، مهم قوي ان هم يعرفوا ان لو كان تصويتهم هذا من اجل الحفاظ على شرعيه الرئيس، فالحقيقه شرعيه الرئيس هتكون مهدده لو صوتوا بنعم، ودي حاجه اشار ليها احد الفقهاء الدستوريين والمتخصصين اللي ساعدنا في كتابه دستورنا البديل بمنتهى البساطه، لان هذا عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، سيترتب عليه تلقائيا عمل انتخابات رئاسيه جديده، فارجو من المواطنين المصريين الواعين اللي وعدهم كلمنا دلوقتي وأبهرنا، إنه في حالة فوز نعم يجب أن يسعوا فورا لعمل انتخابات رئاسية جديدة وانتخاب رئيس جديد وفقا لدستور 2012. بس نعم فيها المادة التي تثبت الرئيس، منطقيا هذه المادة لصالح الرئيس الجديد الذي ينتخب، يعني لو تم التجديد للرئيس مرسي أهلا وسهلا تطبق عليه، لكن لو لم تتم وده يعني مش بقى نشوفها بعد الاستفتاء يا دالي عشان كده تفاصيل كتير. عماد، هو بس انا يعني ده يعني ليه رجاء عند كل المواطنين المصريين انهم يعني يراعوا ضميرهم في قصه انهم يقولوا لا او نعم او لا في الاستفتاء، بس ياخدوا بالهم كويس جدا ان لو في فعلا رشاوى انتخابيه بتقدم لازم يفهموا ان صاحب الرشوه ده بيقدمها عشان ليه مصلحه، فما ما 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 ينتميش يعني ما يروحش ليه في الاتجاه ده، لان ده معناه ان ده الاتجاه الخاطئ، لو في اتجاه فيه رشوه هو ده الاتجاه الخاطئ، ما ينفعش الناس تلتزم بيه، ولو في اتجاه فيه رشوه باي شكل من الاشياء تعرف هو بيرشيك ليه بالظبط، هو بيشتري ضميرك ليه، هو بيشتري صوتك ليه، فكر يا مواطن ويا مواطنه، ما تبيعش صوتك عشان نص ساعه وفكر في المستقبل، ولو لازم تعرف هو ليه بيشتري صوتك، بيشتري صوتك عشان هو مش قادر يحقق بالعدل والميزان والاستفتاء والشفافيه، مش قادر يحقق وجهه نظره، هو يحقق وجهه نظره فقط بشراء الاصوات، فكر 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 كتير قبل ما تبيع صوتك بكيس رز او كيس او حتى كيلو لحمه او اي حاجه، انا عارفه انك تعبان بس ارجوك ما تبيعش صوتك، لان صوتك بيبيعنا جميعا وبيبيع المستقبل وبيبيع ولادك. فاصل ونستقبل باقي ضيوفنا، بشكركم شكرا جزيلا، شكرا. ونستقبل أساتذتنا وباقي ضيوفنا في الجزء القادم.